تعالى يا حمد، تعالى يا حمد. عايز ايه بس يا حاج؟ ها؟ عايزك طيب يا روح الحاج؟ تعالى حبيبي، تعالى عايزاك. معلش عندي شغلانه اخلصها واجيلك طوال. وبعدين بقى ما تتعدل بدل معدلك انا، قلت لك عايزاك تعالى. ياما سايق عليك النبي، سيبيني الوقت امشي، انا مش طايق نفسي. هو في ايه؟ هو انا ما عدليش كلمه عليك يعني؟ كبرت خلاص؟ تعالى اقعد احسن لك، بقول لك عايزاك. الله، تعالى. ماشي ياما. قعدنا. بقى ستي دول جماعه كنا شغالين معاهم نظام قسط يعني، وانا مديهم فرد الطناش. قوم دمهم اتحرق، خدوا الواد عندهم، رحت انا قابلتهم ومضيت لهم على الشيكات بفلوسهم، وما سكتلهمش، ركبتهم حق عرب، وجبت الواد في ايدي وانا جاي على طول. ارتحت بقى ياما؟ لا يا حبيبي ما ارتحتش، عشان انت كذاب. ليه بس ياما؟ وعارف انك كذاب. جريحة، ما انا كل يوم والتاني في المعرض يا ضنايا، وشايفه اللي بيحصل، وشايفه اللي بنعمله، وبنعمله ليه، ومع مين، وازاي. وبقالي فتره كده شم ريحه زفره، واكدب روحي واقول ابدا الا حمو ده كبير ابني، يعني نفسين سجاره زي الجدعان كلهم اللي في سنه، وكان الفار يلعب في عبي، واكدب روحي لحد ما اتاكدت. اتاكدت من ايه؟ من اللي كان بينك وبين المخفية الله يكحمها، واللي انت كنت عايز تخبيه، وان هي اللي قعدتك مطرح ابوها، عشان كده انت كنت شايل لها جميلة. يا اما انت مش فاهمة حاجة، وايمانات المسلمين ما انت فاهمة حاجة. ما تحلفش. وكل النيابة يا اخويا حطك في دماغه، والمحامي اللي انا قومته لك كل يوم والتاني يكلمني عشان يحكي لي. بيكلمك؟ بيكلمك ليه بروح امي؟ عشان يعرفني على ابني يا اخويا، ويفرحني، ويخليني افرح باسمك اللي زي البرلنت عند الحكومه. برلنت؟ اه. يبقى كده يعني؟ اه. ماشي يا امه، انا بتاجر في الحشيش، واللي انت عماله تدعي عليها ديت انا اللي غصبت عليها تشتغل بعد ما ابوها دخل السجن. ولعلمك بقى انا شغال مع سلطان من وانا في تانية دبلوم، بعد ما ابويا مات وسابنا في عشه صفيح. نسيت ولا ايه يا امه؟ نسيت لما كنت قاعده على الطش بتغسلي الحته بخمسه ساغ؟ نسيت لما ما كنتش عارفه تجيب لي استماره بستة جنيه ياما عشان ادخل الامتحانات؟ في ايه ياما مالك؟ نسيت ياما لما كنت شغاله بتخدمي في البيوت، والمره اللي ما تساويش تلات تعريفه سرقتك في خادم ذهب ورميتك في الحجر؟ ساعتها قلت لا، امي تفضل معززه مكرمه وانا اللي اشتغل. تشتغل سنكري عربيات، مش تاجر مخدرات. سنكري ايه ياما؟ هو في السنكري هيجيب اللي انا بجيبه؟ سنكري في ظرف كام سنه هيفتح معرض وهنجر ويلبس ويجيب صيغه وذهب. ياما انت كنت عارفه وساكته وراضيه. اخرس. أنا لا كنت عارفة ولا ساكتة ولا راضية. أنا يا حمو حابر إني ناكل حرام؟ اقصى عليه. ليه؟ ما كان طريق الحرام مفتوح قدامي بعد أبوك ما مات. كلام اللي بتقولي ده؟ أيوة هي دي الحقيقة. أنا اللي مرضتش. قال إيه؟ خايفة على ابني، خايفة عليك، عشان ربنا ياخدك بذنبي لو عملت حاجة غلط. دي آخرتها يا حمو، دي آخرتها، تأكلني حرام وتدخل على عيالك فلوس حرام. طب حياك عليا يا امي. ما تلمسنيش، امشي من قدامي. ياما بس افهمك. امشي، مش عايزه اشوفك. طب حياك عليا. امشي. يحرم عليا عيشك ومالحك. امشي من قدامي. امشي يا ابو الام حرام. طب خلاص يا امي. ابعد. ابعد ما تلمسنيش. امشي من قدامي، مش عايزه اشوفك. ماشي يا امي ماشي. مش مسامحاك يا حمو.